افتحي يا خالي انا سعيد. شوفي يا سعيد، خالتي رئيفة عسكر السوقيات جايين ياخذوا عمو جميل. السوقيات؟ ايه خالتي رجال الحيلة. رايح لعنده مفروض والراجع من عنده مولود. ليش في حدا رجع من عندهم يا حفرتي؟ هرب يا ابني هرب. شوفي جايين ياخذوك يا عيون اختك. هرب يا ابني هرب، ما بيكفينا اخوك نعيم ما بنعرف وين اراضي. هرب يا ابني. اسمع كلام امك يا ابني، لا الحرب حربنا ولا العسكر عسكرنا. اهلك علموك وتعبوا عليك، واهل بلدك بحاجتك. لا تفكر ولا تعتار بهيك وضع لهريبة ثلتين المراجل. تحرك يا ابني تحرك. افتح باب فلان، افتح بعدين اكسر بابها. شو مستني يا ابني؟ شو مستني يا عيون امك؟ اهرب، لا تحرق قلبي اكثر ما هو محروق. بدك يعني اخسرك مثل ما خسرت اخوك؟ بس وين بدي روح يا امي؟ وين بدي روح؟ انا بقول لك وين بتروح. تعرف طاحون المهجوره اللي على نهر الفواني؟ طاحونه ارتين. ايه بعرفها. سبقني لهنيك وانا لاحقك. يلا الله معك. استنى يا ابني، اذا شفت حدا بالطاحونه قل لهم أنا من طرف أبو سطيف. طيب. افتح باب، مش في هدا ببيت. افتح باب بعدين اكسر بابها. يلا يا جميل هرب عن السطح. شو عم تستنى؟ يلا 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 خاطركم. الله الله معك. الله معك. الله معك. الله يحميك. الله يكون معك يا أخي. الله يكون معك يا أخي. مصطفى مصطفى قال طولي بالك اختي جميل، طولي بالك. لا تخافي اختي لا تخافي. روحي روحي افتحي لنا الباب انا بكسروه. قوام عمي قوام قوام. جندرمة فتش بيت. انت وفيو السلام عليكم. وعليكم السلام. انت صاحب بيت؟ لا. فين صاحب بيت؟ جوا مريض. أمان يا ربي أمان. مين هدول؟ ضيوف. ضيوف. أنت مين؟ أنا مرت صاحب البيت. أمه جميل. فين جميل؟
ما أنا هون اليوم، ما نام بالبيت. يعني انت يا منيم ابن برا مشان يهرب من سوقيات. اسمع فلان، جميل لازم سلمها له، مطلوب. اذا جميل مسلم نفسه، انت وكل اهل البيت مسؤولين. لازم راجع سوقيات بالقشله، مركز لمعسكر. سيدي هذا جوا متخبي عم يقول اسمه حليم. سيدي في جوا ختيار مريض ومعه ابنه الصغير. استنيني برا. سيدي ما في حدا جوا. استنيني برا انت تاني. واحد مريض، واحد أعمى، كيف بيشوف يشتغل؟ حليم يكسر إذا إن شاء الله. لك مو حرام عليك تضربه؟ الكلب عامل حاله أعمى ما هيك؟ الله وكيلك أعمى وكل الناس بتعرفه وكل أهل الحارة بتعرفه. أعمى كيف بيشتغل؟ متعود على هالشغلة من 20 سنة. انت وياه كذابين، هو بيعمل هالو أعمى مشان يهرب من حرب. الله وكيلكن أخي أعمى، خافوا الله. انت بفوتي بينضبي بأوضة بعدين ببهدلك مثله. ها تمام، أعمى مش شوف. تمام، اسمع فلان، إذا جميل مسلم نفسه من هلأ لعلى بكرة الصبح، نانا بيجي بياخد هذا أعمى بداله. جميل لازم هرب من هون. ابدو قلبي يا انت بيطلع بستنى فوق، مش تتحرك مفهوم؟ امشي. انت ضحكتي علينا حرمي. جنتلمان امسك حليم، لازم جميل سلم نفسه للسوقيات، مفهوم؟ لا لا يا فندينا، لا يا فندينا، لا لا. استنى بلان يا فندينا، الله يطول عمرك، شو راح تستفيدوا من الضرير إذا أخذتوا معكم؟ لازم أجبر أمو جميل سلم جميل اللي أعرب. شو رأيك يا فندينا بحل تستفيد أنت منه؟ أجل قولي شو عندك. بعطيك 5 مجيديات إذا بتترك المسكين لأمه. أمان يا ربي أمان، أنا زعلاني على حليم. خدي حليم، هاتي 5 مجديات.
اسمع فلان، انت بترك هاليمون بيطلع برا بستناني، امشي. حاتم جيتي يا عبد. افارم عليك يا افارم عليك. يا افندي، العسكري اللي حتتركه مزروع على الاسطوح؟ لا لا لا، مش يزرع عسكري. انت بيدفع مجيدي لعسكري، عسكري بيمشي. حاضر تفضل. اسمع، انت لازم احكي مع هرم كبيرة، مش يضحك على واحد مثل حضرتنا. اسمع عبدو، امشي فلان. كتر خيرك، كتر خيرك يا اخي. خير الله يا اختي، الناس لبعض البعض. جميل بأمانة الله وأمانتك. وكلي الله يا اختي، وكلي الله. ان شاء الله كل يوم مر لعندكم وبطمنك عليه حتى يزول عنه الخطر. يلا بخاطركم. الله، مع السلامة عمي. مع السلامة.